نص ساعة مش كتير عشان ما تتهريش من الخل. وبعد كده هنجيب جريلا او طاسة نسخنها كويس جدا جدا قبل ما نحط فيها اي مادة دهنية، وبعدين شوية زيت صغيرين. وانا عن نفسي بقى بحب احط ايه معلقة سمنة بلدي كده مع الزيت بتطعمها وبتخليها فظيعة. وبعد كده اديها بقى السطنة وانزل عليها بقى بفلفل رومي او فلفل الوان، او ما بحطش بصل حية ولا اي حاجة فظيعة. تمام بالهنا والشفا. ماشي، انا هقول لك على الطريقه بتاعتي. اول حاجه هديك الجايزه وهقول لك على الطريقه بتاعتي ان انا هقول لك ازاي نقدر نعملها ونطلع شغل مبروك. طيب اول حاجه عشان تعمليها انت بتجيبي الكبده وبتقطعيها شرايح رفيعه. حلو الكلام؟ ادي الكبده اهي. بنبدا نحطها عندي في الطاسة من غير ما الطاسة تكون تيفال أو سيراميك، يا ريت يعني الطاسة ده أهم في الموضوع عشان تطلعي حتة كبدة محترمة. فببدأ إيه آخد الكبدة وهي نية من غير ما أثبت من غير ما أعمل أي حاجة. المشكلة بس في حتة الكبدة لو ثبتيها بيتهري منك شوية. ما أنا قلت مش كتير. مش كتير. أنا بس جربت الطريقة مش هتغيري الفكرة. فأنا بجيب عندي الكبدة بتاعتي وبحطها عندي في طاسه تكون ساخنه من غير ما نضيف اي حاجه ولا ماده دهنيه ولا اي حاجه، نقطه زيت بسيطه بس. احط الكبده ونبدا ان احنا نشوحها مع بعض. ده اول حاجه. لما تيجي ننزل الكبده على الطاسه نسيبها بالظبط دقيقه وبعد كده نبدا ان احنا نكمل بعض. في ناس بتحط قطع ليا، لو عندك قطعه ليا صغيره كده ممكن نضيفها على الكبده بتاعتها. نبدا نعمل ايه بقى بعد كده؟ حتى اضيف التوم، مش هضيف ماده دهنيه دلوقتي، عايزها تطلع بتلمع وتطلع تطلع شويسي حاجه بسيطه من العصاره بتاعتها. اتبع الطريقه ديت وان شاء الله تاكلي سبع كرات. بعد دقيقه ما عدت ببدا ان انا اديها تقليبه بسيطه وبعد كده ابدا افضل اضيف عندي التوم المفروم بتاعنا. تمام؟ اللمعه بتيجي من ايه بقى؟ بعد ما تاخد الصدمه من كل الجوانب بتاعه الكبده ببدا ان انا اديها نقطه زيت بسيطه جدا. يبقى اول حاجه حطينا الكبده، امشي بالخطوات عشان الكبده بتاعتك تطلع مظبوط. الكبده بتاعتك تجيبها شرايح تديها صدمه على الطاسه، بعد كده تديها الثوم، بعد كده نبدا نديها سنه زيت بسيطه جدا. هتشوفي اللمعه بتاعتها هتبقى عامله ازاي. الاضافات بقى، في ناس بتحط في الالوان وانا بصراحه ما بقى يعني ما بحبوش نهائي في الكبده لان بيغير طعم الكبده، لكن لو عندي فلفل اخضر رومي تقدري تحط قطعه صغيره فلفل واحد بس او حبايه واحده مع فلفل حامي. هنقلب وبعد كده نبدا نضيف عندي الفلفل الاخضر. يعني بعد ما حطيت هبدا بس زيت بسيط نقطتين بس